إعداد هذا التقرير بطبيعة الحال هو عمل مشترك اللي طلب إخراجه إلى الوجود واحد الفترة من الترافع والتفكير المشترك بين المؤسسات الثلاث، المندوبية العامة لإدارة السجون ومركز جنيف ومركز دراسات حقوق الإنسان، لكي نقدم مقاربة ربما كنعتقد بأنها جديدة في المعالجة. أولا لأنها تغطي 5 سنوات حتى نتمكن من رصد المؤشرات اللي تسمح بالقول مدى التقدم أو التراجع في الوضعية داخل السجون. الجانب الثاني هو اعتماد مقاربة حقوق الإنسان كقاعدة لتقييم سياسات عمومية. ثالثا هو النظر إلى الأوضاع في السجون من زاوية السياسات العامة للحكومة، ليس فقط داخل المندوبية داخل الفضاء السجني، ولكن باعتبار التقاطع اللي كاين مع قطاعات أخرى، منها قطاع المالية لأنه خصو توفير إمكانيات، قطاع التعليم من حيث التكوين المهني، الصحة إلى آخره، كلها معنية بالأوضاع، وبالتالي كتكون النظرة الشاملة تسمح بهذا الرؤية اللي ممكن نقولوا المتكاملة اللي كتخرج من المقاربات اللي إما كيطغى عليها الجانب الوصفي رغم أهميته أو تيطغى عليها الجانب التنديدي بانتهاك أو انتهاكات في داخل السجن، ما كيسمحش بالرؤية للأوضاع في الشمولية ديالها. اليوم إدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار انفتاحها على مكونات المجتمع المدني وإيمانا منها على بضرورة إشراك جميع فعاليات ومكونات المجتمع المدني في تدبير الشأن السجني، وخصوصا ما يتعلق بمواكبة السجناء خلال فترة الاعتقال. عملت بالشراكة مع مركز الدراسات في حقوق الإنسان والديمقراطية على تقديم جميع التسهيلات لفريق البحث من ولوج المؤسسات ومن إمدادها بالمعطيات الضرورية من أجل إنجاز هذا التقرير حول وضعية السجون على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح. وسوف يكون لهذا التقرير المتفرد والفريد من نوعه بفعل يعني موضوعيته، سوف تكون له لا محالة جدوى كبيرة على مستوى تطوير السجون، والمندوبية العامة لإدارة السجون تنفتح وتشجع مثل هذه المبادرات من طرف المجتمع المدني كافة. فعلا كما تفضلتوا تدبير فضاء الاعتقال ما راهينش غير بالإجراءات المادية والبشرية اللي تشرف عليها المندوبية العامة لإدارة السجون، ولكن مرتبط بمتدخلين متعددين، نقول يعني آخرين في مقدمتهم التدخل المعياري القانوني. الاعتقال مرتبط بالسياسة الجنائية، سواء في شقها الموضوعي يعني القانون الجنائي، أو في شقها المسطري اللي هو قانون المسطرة الجنائية اللي مرتبط بتدبير فترة ما قبل الاعتقال وخلال الاعتقال وبعد الاعتقال والمحاكمة العادلة. فعلا في هذا الجانب عندنا نقص كبير جدا. السياسة الجنائية لم تواكب الفلسفة التي شهدها مرحلة الاعتقال التي أقسمها قبل 98 لمنذ 1915 حتى 98 كان النص الفرنسي هو الذي سائد، وخا من بعد الاستقلال صدرت مجموعة من النصوص التنظيمية، ولكن بقات في نفس الفلسفة نفس الفكر ديال ظاهر 1915 و 1930. 98 القانون المنظم للسجون واللي هو راهين لحد الآن أضاف فلسفة جديدة واللي هي التأهيل وإعادة الإدماج السجين، يعني أن السجين إنسان محروم من الحرية بحكم القانون فعلا، ولكن لا نجرده من إنسانيته، بالتالي يجب أن نوفر ظروف لإعادة تأهيله للاندماج في المجتمع عند انقضاء محكوميته.
أو إلا أننا سننتج سجين متعود أو يكرر جرائمه. هذا أن القانون المنظم للسجون تطور، هذا الوضع زاد يعني تأكيده وتعزيزه مع إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأكثر الفصل 23 من دستور 2011 يوليوز 2011 الذي لأول مرة في تاريخ المغرب يدمج في ثنايا الدستور الاهتمام بالاعتقال. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.